الثامنة إلى ربعاً من الأو تي في، بداية النشرة مع العناوين. بعد المسجد الأقصى اعتداءات إسرائيلية على المصلين في سبت النور. الشعلة المقدسة تصل إلى مطار بيروت حوالي 9 من هذا المساء. التيار للقوات، من نصدق، جعجع أم عدوان؟ الجلسة الحكومية ومطالب العسكريين المتقاعدين، أين أصبح الحل؟ لا تطورات رئاسية في الأفق على رغم تسارع التطورات في الإقليم. أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى وتنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على مواقع التواصل تويتر، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. من نصدق، سمير جعجع أم جورج عدوان؟ رئيس القوات الذي يتهم التيار الوطني الحر ومن يسميهم كتل الممانعة بتطير الانتخابات البلدية والاختيارية، أم نائب الرئيس الذي أكد في تصريح موثق بالفيديو بأن تكتل الجمهورية القوية يحمل الحكومة برئيسها وأعضائها مسؤولية الإطاحة بالاستحقاق؟ من نصدق؟ سؤال بسيط اختصر مسرحية سياسية كاملة، عنوانها رائع لكن مضمونها قبيح. العنوان الرائع حرص قوتي على الديمقراطية والمهل والمؤسسات، أما المضمون القبيح فمزايدات مملة وحفلة دجل وكذب لا تعرف نهاية على رغم كل ما حل بالبلاد. تطيير الانتخابات البلدية والاختيارية مرفوض ومضر وصفحة جديدة لما تبقى من دولة، أما المسؤول فهو رئيس حكومة يعد ولا يفي، ووزير داخلية يحدد مواعيد ويدعو هيئات ناخبة بلا تمويل، وحكومة لا تجتمع للبحث في الموضوع إلا بعد ظهر اليوم نفسه الذي يجتمع فيه مجلس النواب للتمديد، طبعا إلى جانب كتل معروفة لم تكن يوما راغبة بالانتخابات لأنها أصلا لم ترغب يوما بقيام دولة. أوقف المزايدات والسجلات وهلموا إلى التفاهم على حل، نوروا عقولكم في سبت النور، عسى أن يستجيب المجيب. الانتخابات البلدية والاختيارية إذن تضع القوات اللبنانية في تخبط كبير، والتيار يسأل من نصدق، جعجع أم عدوان؟ جويس نوفل والتفاصيل. بين القوات اللبنانية ورئيسها وبين تكتل الجمهورية القوية ونوابها وعلى رأسهم جورج عدوان، ضاعت الطاسة ولم يعرف المراقبون من يصدقون. فعلى وقع الحديث عن الانتخابات البلدية والاختيارية الضائعة بين أروقة مجلس النواب بجلسة تشريعية حددت الثلاثاء صباحا وأروقة السرايا الحكومي في جلسة حكومية بعد ظهر اليوم نفسه، تصدرت المواقف القواتية المتناقضة المشهد. فعند قراءة هذا العنوان، عنوان جعجع عملية غش من كتل الممانعة والوطني الحر لتطيير انتخابات البلدية والتمديد غير دستوري، وبعد قراءة وسماع ورؤية موقف عدوان هذا عن أن وعود الحكومة غير موجودة ونحملها مسؤولية تطيير الانتخابات البلدية، يقف كل من قرأ وسمع هذا الكلام حائرا من أمره على من تقع المسؤولية. حيرة الجواب وعدم وضوح الموقف القواتي من استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية دفع برفع شعار التصويب مجددا على التيار الوطني الحر وطرق باب الشعبوية، ومسرعا أدخل جعجع التيار من حيث لا يدري أحد في معموعة تحميل مسؤولية تطيير الانتخابات، فقال إن كتل محور الممانعة والتيار الوطني الحر تتذرع بعدم جهوزية وزارة الداخلية لإجراء هذا الاستحقاق من جهة، وبعدم تأمين الاعتمادات اللازمة لإنجازه من جهة أخرى، لكن هاتين الذريعتين ساقطتان بشكل مدون اعتبر جعجع.
فجاء رد التيار عبر لجنة الإعلام والتواصل التي أعادت جعجع إلى مواقف نوابه خلال الجلسة الأخيرة للجان المشتركة وفندت المشاكل، فما كان من الدائرة الإعلامية في القوات إلى الدخول على الخط، ونسبت 3 مغالطات في بيان التيار. وبالصوت والصورة وضع التيار اليوم القوات والرأي العام أمام كلام عدوان الأخير باسم تكتل الجمهورية القوية خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة يوم الأربعاء. تبين أنه كل الوعود والمواقف والتصاريح اللي كنا عم نسمعها من الحكومة تبين أنه منا موجودة، وتبين بشكل واضح أنه الحكومة ما عملت ولا شيء جدي لإجراء الانتخابات البلدية. وبالتالي لحتى هيك ما نبرم حول الموضوع، نحن كتكتل جمهورية قوية نحمل الحكومة بكل أعضاء رئيسا ووزراء مسؤولية تطيير الانتخابات البلدية. لتسأل لجنة الإعلام في التيار مجددا من نصدق، جعجع أو عدوان؟ والحقيقة أن الجواب هو عند كل نائب حضر اللجان المشتركة وكل محافظ وقائم مقام وقاض ومعلم ومأمور نفوس وموظف في السجل العدلي، بالإضافة إلى كل مقدم طلب ترشيح لم يتم تسجيله، وكل مواطن راغب بالترشح، وكل محازب عامل في ماكينة انتخابية. وتتابع لجنة الإعلام والتواصل في التيار، والجواب هو في النص الدستوري الواضح والحكومة المستقيلة، وهنا كل المصداقية وكل الفرق بين الشعبوية والواقعية وبين التضليل والحقيقة وبين القوات والتيار. كلام التيار عن الحقيقة لم يرق لجعجع، فعاد مجددا إلى منطق التصويب على التيار وخلط الحابل بالنابل، يقول متابعون. وكان فحوى بيانه أن كتل الممانعة والوطني الحر تعطل الانتخابات البلدية لعدم ثقتها بالنتائج، واضطرت إلى فبركة جلسة تشريعية في اليوم نفسه بحسب جعجع، والمقرر فيه صرف الاعتماد اللازم لإنجاز هذه الانتخابات لهدف واحد موحد، وهو محاولة قطع الطريق أمام تأمين الموازنة المطلوبة لهذا الاستحقاق ومن ثم تطييره. وتابع جعجع: كما من الواضح أن احترام المواعيد والمهل الدستورية والانتظام المؤسساتي بالنسبة لهذه الكتل في خبر كان، كيف لا، وهمها الأساسي الوحيد يقتصر على مصالحها الضيقة والخاصة ولا أمرا سواها، ختم جعجع. القوات تقول الشيء مع نقيضه في آن. هكذا قرأ المراقبون ما يحصل اليوم مع القوات، مع عدم استغرابهم هذا التخبط، فبرأيهم ليس بالجديد الضياع القواتي في السياسة وعلى أكثر من صعيد. رواتب العسكريين المتقاعدين على طاولة حكومة تصريف الأعمال الثلاثاء من ضمن بند تصحيح الرواتب والأجور، فهل من إمكانات للزيادة؟ التفاصيل في تقرير جينيفر مزرعاني. دعا حراك العسكريين المتقاعدين جميع العسكريين وروابط متقاعدي القطاع العام إلى الحشد والتجمهر يوم الثلاثاء المقبل بساحة رياض الصلح اعتبارا من الساعة 2 بعد الظهر، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لدرس موضوع تصحيح الرواتب والأجور، وهدد بالتصعيد بحال عدم الاستجابة لمطالبه. مطالبنا هي التالي: أولا يقبضونا رواتبنا على سعر صيرفي 28,000 مثل منصة الموازنة سنة الماضية، أو بدهم يوضعوا مؤشر غلاء شهري ويعطوا عليه زيادات تواكب ارتفاع سعر صرف الدولار. إضافة من مطالبنا تأمين الطبيبي والمدارس للمتقاعدين. نحن نازلين مشان نضغط على الحكومة لتحقيق هذه المطالب. من جانب آخر، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن صعوبات مالية بتواجه الحكومة، مشيرا إلى أنه ليس أمام الحكومة سوى العمل ضمن الإمكانات المتوافرة لتأمين زيادات على الرواتب وتقديمات اجتماعية إضافية نظرا إلى الشح بإيرادات الدولة. إذا لم تضمن السلطة السياسية تثبيت سعر الصرف الدولار على رقم يمكن أن يشكل هو الأساس لإجراء الإصلاحات، نحن سنكون في مزيد من التدهور ومزيد من المشاكل التي ستترتب عن منح الزيادات. لذلك الموضوع يحتاج إلى خطة وطنية، يحتاج إلى مقاربة شاملة للإصلاح. يجب أن يكون هناك خطة للتعافي، يجب أن يكون هناك تثبيت لسعر الصرف. إذا هذا لم يحصل، أي حل رح تقدمه السلطة اليوم ما رح يكون مقبول. أساساً هني مش مقتنعين الحلول اللي عم يعرضوها، هني مش مقتنعين فيها. هذه أولاً. اثنين،
الاقتراحات اللي مقدمينها عم بيقولوا نحن سندرسها وفقا لاحتماليه توفر الاعتمادات لتامين، وهذه الاعتمادات غير متوفره، لانه الدوله عليها انه تجبي الاموال لتستطيع الانفاق. حتى اساسيات الجبايه والانفاق يلي هي موازنه 2023 لم تقر لغايه تاريخه، يعني لا يوجد اي نيه لوضع خطه اصلاحيه من ضمن موازنه عامه ممكن ارتكاز عليها لتصحيح الرواتب والاجور والمعاشات التقاعديه. البعض من المتقاعدين اقتنع والبعض الاخر اثار على موقفه ملوح بالتصعيد، والرهان بيبقى انه تكون الفتره الفاصله عن موعد جلسه الحكومه بعد ظهر الثلاثاء بالنسبه للتشاور بالخيارات والامكانات والمطلوب اصلاحات فعليه وزيادات ما بتدوب بظل ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء. ماذا في تاريخ اليوم 15 نيسان؟ ب 15 نيسان 1975 أي بعد يومين على اندلاع الحرب، سلم حزب الكتائب إلى الدولة اثنين من المطلوبين بحادثة عين الرمانة و17 مخطوف لديه، وبالمقابل دعا الفلسطينيون وحلفائهم إلى تهدئة الوضع بعد أن بلغ التوتر معظم المناطق اللبنانية، غير أن محاولة رأب الصدع فشلت واندلع القتال على نطاق واسع خلال وقت قصير. الحرب اللبنانية بين الحقيقة والأكاذيب في تذكير اليوم لأمين سر حركة التنظيم عباد زوين. كل كتب التاريخ المهمة بيكتبوها عادة مؤرخين بفرد عين، إلا الكتب عن أحداثنا الأخيرة كاتبين ناس بلا عيون. شيء غريب عجيب، كذب قد ما بدكم، وعم نشوفها وين ما كان، وعم نعاني منها من بعض المذيعات والمذيعين حتى عندنا نحن بالميل اللي نحن موجودين فيه، بيحكوا مثل كأنه نحن اللي قاومنا، كأنه كنا شيء عصابات عم نسرق من عند حدا مصاري. ما عرفوا انه نحن، وانا اكبر شاهد على المقاومه، خذوا هالخبره وعرفوا شو صار معنا بالمشوار. أنا ما بقدر أقبل إنه اسمع على تلفزيوناتنا يتهموا الميليشيا أو اللي نحن قتلنا إنه نحن عملاء إسرائيل. فشر برقبته اللي بيقول هالشيء. اللي عم بيهجمونا اليوم كانوا كلاب الصيد عند إسرائيل، طوقونا تنحنا الطريدية اللي كمشتها إسرائيل. بكل أسف هيدي رح أقولها وفشي الكلمة، ما بقبل ولا واحد منا كان عميل ولا حدا بيقبل يكون عميل. إذا هني عملاء نحن ما ممكن نكون عملاء. في ناس بيفتكروا حالهم بيبرروا عملتهم ما بعرف بسبب أو تاني، نحن ما عنا يسين، ما منقيس بالمغايطة، منقيس بالمتر. يس واحد منقيسه على كل الناس. لذلك انتبهوا للحقائق اللي منقولها مرات، مثل ما مرات بعض المذيعات والمذيعين السياسيين بيطلعوا سياسيين اللي نحن منحبهم مثل هوديك مرتين بحطوهم فوق بعضهم، هيدي جريمة. لعبة الكلمة خطرة 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 جدا. والآن إلى أسرار اليوم. لاحظت جهات سياسية أنه النائب ملحم رياشي بيعبر بوضوح تام عن أنه القوات متحالفة مع السعودية من دون أي مراعاة أبداً حتى للشكل لموضوع السيادة. جددت أوساط مراقبة إبداء الاستياء من إطلالات بعض المحللين السياسيين القريبين من الثنائي، حيث يصرون على استعمال العبارات المستفزة والكلام بفوقية غير مسبوقة. حرص أحد النواب على التأكد من مشاركة الكتائب بجلسات تشريع الضرورة سابقاً من عدمها، تفادياً لأي لغط مع موقف القوات.
في انتخابات نقابة المهندسين التي جرت اليوم وانطلقت عند الساعة 9 صباحا، فاز مرشح التيار الوطني الحر جهاد شاهين وقد نال 1994 صوتا، وكان فاز في المركز الأول المرشح حسن دمج الذي نال 2505 أصوات، كما فاز المرشح روي ميشيل داغر الذي نال 1724 صوتا، مع خسارة لمرشحي القوات اللبنانية في انتخابات النقابة. النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. خادم رعية النبي الياس في بيت مري الأب حارث إبراهيم أكد في حديث للأو تي في أنهم لو تمكنوا من إزالة أعجوبة النور المقدس لفعلوها منذ زمن، لكنها ليست بقوة البشر بل بفعل إلهي. هذا الانتهاك المستمر لكرامات الحجاج والمواطنين يلي بدهم يروحوا يصلوا بس بكل سلام وأمن، لماذا هذا التضييق على المسيحيين؟ طبعا هناك تضييق على المسلمين ايضا في الصلاة في المسجد الأقصى، ما بدنا ننكر، بس هذا التضييق يوم سبت النور يلي هو يمكن من اعظم الأحداث يلي بينتظرها المسيحيون من عام الى عام. ما في حدا يعني بيكرهوا اليهود قد يسوع المسيح، نقطة هالقديني يعني تختزل كليتها. الحقد والعمى يعني او الحقد الذي اعماهم انه شافوا كل شيء كان عم بيعملوا وكل شيء كان عم بيقولوا، وكان في له كلام واضح انه ما بيعطيك عن الحياه الا ابن البشر، ورغم هذا رفضوا انه اعطينا اي الله بعطيك اي يونان النبي الذي بقي في بطن الحوت. أي نعم. ثلاثة أيام. هن الحقد يعميهم. إذا كان أنتم يعني بتذكري لازم بالتغطية الإعلامية إنه من كم شهر منعوا بقرار إنه الكتاب المقدس يسمع أو يقال أو يبشر به ينحكى، وإنه اللي بده يقوله يحكم عليه ويقاضى. شو السبب؟ لانه بشاره بخافوا. طبعا بخافوا طبعا بشاره، ما كما خافوا من يسوع منذ 2000 عام. ما بكل بساطه اذا كان اي انسان يعني يهودي يعرف شوي الكتاب تيجي بتقولي له هذه النبوءات عن من تتكلم، ثقبوا يدي ورجلي وعلى ثيابي اقترعوا. طيب هذا المزمور عن مين عم بيحكي؟ إشعيا هون عن مين ما يحكي؟ بيقول لك انه حسب الحكايات انه هي كلها بتنطبق على يسوع الناصري، اذا فاذا هو المسيح وهذه النبوءات تتحقق فيه. وياتون الى الايمان. فالسلطات اليهوديه اكيد ما بيناسبها انه هدول اليهود اللي هن عاملين لنا قصه طويله عريضه الصهيونيه حتى يكون بهذا الحجه يقيمون دوله اسرائيل، انه اذا هدول بطلوا يهود وامنوا بيسوع المسيح بطل في عندهم زيلوا من الوجود. طبعا فمشان هيك هن يمنعون الحديث بالكتاب المقدس وعن يسوع المسيح، ولهيك يعني هذه الاعجوبه لو هن امكنهم ان ينزلوها وانه ما يخلوها تحدث، وانه يقدروا مثل بيقولوا لو كان في إلى سر ارضي منه سماوي كانوا هن اول الناس كانوا الساعين الى يعني كشفه لحتى يبعدوا الناس يعني عن الايمان. وفي لبنان ترأس راعي أبرشية جبيل والبترون وما يليهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت سلمان موسي قداس فيض النور في كنيسة الصعود الإلهي في كفر أحباب، وأشار في عظته إلى أن جوابنا على عناية الله بنا تكون بأن نصغي إلى يسوع ونعمل بكل ما علمنا إياه. ورأى موسي أن مشيئة الله هي الخير والأمان والفرج للإنسان، وهو ما يحتاجه عالمنا اليوم ليغلب الخوف والقلق، مذكرا أن يسوع في هذا النهار قد بدأ كل شيء في الإنجيل وطرد الخوف من قلوب النسوة والتلاميذ. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل الثاني. من الأو تي في نتابع النشرة مع الأخبار الإقليمية والدولية. في خضم المساعي القائمة لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الوزراء العرب المشاركين في اجتماع جدة أكدوا أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية،
واتفقوا على أهمية وجود دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود. وأكد الوزراء أهمية مكافحة الإرهاب بأشكاله وتنظيماته كافة ومكافحة تهريب المخدرات والإتجار بها، كما أهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري. وأعرب الوزراء العرب عن شكرهم للسعودية على مبادرتها في الدعوة لهذا الاجتماع التشاوري من أجل بحث الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية وتطلعهم لاستمرار التشاور فيما بينهم لمتابعة هذه الجهود. في السودان أعلنت قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو السيطرة على القصر الجمهوري في الخرطوم، كما على مطار الخرطوم ومطاري مروي والأبيض وعدد من المواقع في الولايات الأخرى. وتحدثت قوات الدعم السريع عن انضمام المفتش العام وضباط من القوات المسلحة إلى صفوفها، كما أعلنت إغلاق كافة المنافذ جنوبي الخرطوم. في المقابل قال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية أن الجيش سيرد على أي محاولات غير مسؤولة، مشيرا إلى أن بعض السياسيين يحاولون تسييس الجيش. هذا وأفادت لجنة أطباء السودان بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين بأعداد كبيرة، مناشدة جميع الجهات فتح مسار آمن لإجلاء المصابين. أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن صادق المجلس الدستوري عليه الجمعة. وبعد إقرار المجلس الدستوري المصادقة على إصلاح نظام التقاعد، كان اتحاد النقابات طالب ماكرون خلال اجتماع معه مساء الجمعة بعدم إصدار مرسوم هذا الإصلاح، إلا أن مطلب الاتحاد لم يتحقق. في اليابان أفادت وسائل أعلام يابانية بأن رئيس الوزراء الياباني بأمان ولم يصب بأذى بعد إجلائه إثر دوي انفجار بينما كان يستعد لإلقاء خطاب في ميناء للصيد غربي البلاد. وتحدث عدد من وسائل الإعلام بما فيها وكالة كيودو للأنباء عن إلقاء جسم يشبه قنبلة دخان لم يؤدي إلى وقوع إصابات أو أضرار، مشيرين إلى اعتقال شخص في مكان الحادث. والآن إلى أحوال الطقس مع بولين عون. مساء الخير. تأس ربيعي عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وبيستمر للأيام القادمة. جونا لبكرة قليل الغيوم ودرجات الحرارة بتتسجل على الشكل التالي. نبدأ بعكار عم بتسجل 26 درجة، طرابلس 24، بيروت وسور عم بيسجلوا 26 درجة. ننتقل لبعلبك 23 درجة، القلوق 18، زحلة وجزين عم بيسجلوا 24 درجة. نسبة الرطوبة ساحلاً توصل لل 60%، الرياح السطحية متقلبة وضعيفة السرعة عم بتسجل بين 5 و 15 كيلومتر بالساعة، وحال البحر منخفض ارتفاع الموج. خلينا نشوف سوا تفاصيل الايام الجايه. للاحد الاثنين والثلاثه والاربعاء جونا قليل الغيوم مع احتمال ظهور طبقات من الغبار بالجو واستمرار درجات الحراره بالارتفاع لتتخطى معدلاتها الموسميه، وعم بتسجل لنهار الاحد 26 درجه اقصاها، لنهار الاثنين 27، لنهار الثلاثه والاربعاء عم بتسجل اقصاها 29 درجه ساحلا. هيدي كانت اخبار الطقس للنشره المسائيه، بتمنى لكم فصح مجيد، تصبحوا على خير. بهذا نصل إلى ختام النشرة من الأو تي في، فصحا مجيدا نتمناه لجميع المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي، عسى أن يحمل فيض النور المقدس بركة حل لأزمات لبنان. تصبحون على خير.